مصادر صندوق الاستثمارات السعودي مالك نيوكاسل الإنجليزي يغري محمد صلاح بأضخم راتب في تاريخ كرة القدم. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ضد يونايتد، إضافة إلى أنه أفضل مسجل في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا، ورفع محمد صلاح رصيده إلى 107 أهداف في الدوري الإنجليزي أحرز خلال 167 مباراة ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ البريمير ليج، محطما الرقم القياسي للمهاجم الليفواري المعتزل ديدي دروغبا، وانفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف. وسجل النجم المصري 12 هدفا في 5 تمريرات حاسمة في 11 مباراة فقط هذا الموسم، وألقت كل هذه الأرقام بظلالها على منافسيه الرئيسيين رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يظهر بعد بمستواه الرفيع مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما الذي لم يترك أي بصمة في الكلاسيكو. وصنف مكتب سكاي بيت للمراهنات محمد صلاح في المركز الثالث على الأحد الترشيحات 6 مقابل 1 خلف